مساء الخير من جديد بحلقة من الناجح يرفع ايده خلال الشهر الفضيل على صفحتنا على الفيسبوك، واللي كل يوم بكون معنا متسابق وبربح جوائز وبنختبر معلوماته العامة ومعلومات الدراسة. اليوم معنا وفاء. وفاء عمرها 39 سنة وخريجة مالية ومصرفية. وفاء مساء الخير ورمضان كريم. الله أكرم، مساء النور، يا هلا فيكم. جاهزة اليوم للأسئلة؟ أكيد جاهزة. شو أكثر مادة كنت أيام المدرسة بتحبيها أو يعني بتجيبي بتحصلي فيها علامات عالية؟ الرياضة. الرياضة، عظيم. خلينا نبلش أولى أسئلتنا ولكن مع الجغرافيا، وسؤال سهل وبسيط جدا 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 وفاء. السؤال الأول بيحكي: من عجائب الدنيا السبع الموجودة في الأردن، حمامات معين، البتراء، ولا البحر الميت؟ أكيد البتراء. أكيد البتراء، حصلتي أكيد على أول علامة، وعم نشوف الإجابة الصحيحة على الشاشة. السؤال الثاني في الموسيقى، كيفك بالموسيقى؟ ماشي حال. ماشي الحال. في نوع من أنواع الموسيقى اسمه التانجو، من أين نشأت موسيقى التانجو؟ من الأرجنتين زي ما إحنا شايفين، من البرازيل، ولا من كولومبيا؟ كولومبيا. من كولومبيا، متأكدة؟ عم تحكيها بثقة. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. للأسف وفاء، هي الأرجنتين. السؤال الثالث في اللغة العربية بحكي: ما معنى كلمة الضفيرة؟ كلمة الضفيرة، هل هي خصلة الشعر، طول الظفر، سماكة الظفر؟ الضفيرة، ماذا تعني الضفيرة؟ كمان مرة الخيارات: خصلة الشعر، طول الظفر، سماكة الظفر. خصلة الشعر. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. صحيح، أحسنتي، مع أنه سؤال صعب. بتعرفيها من قبل وفاء؟ لا، أول مؤلف أكيد بعرف. طيب نيجي لسؤال الرابع في التاريخ. كم سنة بسطت فرنسا نفوذها على الجزائر؟ 100 سنة، 132 سنة، 150 سنة؟ نفوذ فرنسا كم استمر على الجزائر؟ 100 سنة، 132 سنة، 150 سنة؟ سؤال يعني مش بالصعب. لا غششني، ولكن بدك. أنا ما بقدر أغششك. يلا، 100 سنة، 132 سنة، 150 سنة؟ خلينا نشوف. يلا سرعة اختاري إجابة. 100. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة، هي للأسف 132 سنة. ولكن وفاء لسه معاكي وقت لأنك تجاوبي على أسئلة أخرى. نيجي لسؤال في الجغرافيا، والسؤال الخامس بحكي وسهل جدا، من حظك هذا السؤال: أين تقع قلعة الربض؟ في الأردن، في سوريا، في لبنان؟ في الأردن. في الأردن، يعني هاي من حظك، إجا سؤال سهل جدا جدا. نشوف الإجابة، في الأردن. السؤال السادس سهل جدا جدا جدا: من هي الفنانة الملقبة بملكة الإحساس؟ شيرين، نجوى كرم، أو إليسا؟ زي ما احنا شايفين الخيارات، إليسا الإجابة الصحيحة. نشوف، هي إليسا. السؤال السابع في الثقافة العامة: من كم لون يتكون قوس القزح؟ من 6 ألوان، من 7 ألوان، من 8 ألوان؟ سؤال بسيط. 7. نشوف الإجابة الصحيحة، من 7 ألوان. أحسنتي وفاء. سؤال في الرياضيات، وكيفك بالرياضيات؟ مالية ومصرفية، يعني يفترض هذا لعبتك الرياضية. 20 سنة. طيب خلينا نشوف: ما هي الزاوية التي يكون قياسها 90 درجة؟ الزاوية الحادة، الزاوية القائمة، ولا الزاوية المنفرجة؟ أكيد القائمة. 90. القائمة، شوف الإجابة الصحيحة، أبدعتي، أحسنتي وفاء. السؤال التاسع في العلوم وبيحكي: ما هي الأشعة المستخدمة في فحص أمتعة المسافرين؟ هي الأشعة الفوق بنفسجية، الأشعة السينية، الأشعة تحت الحمراء اللي بيفحصوا فيها الأمتعة؟ ما هي هاي الأشعة؟ فوق البنفسجية، السينية، تحت الحمراء؟ عندك الخيارات، جاوبي. يمكن الحمراء. خلينا نشوف الإجابة مع بعض. للأسف أخطأتي وفاء، وهي الأشعة السينية. ولكن حتى هذا الوقت تحصيلك جيد.
خلينا نروح لسؤال في الدين. ما هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ السورة التي يطلق عليها قلب القرآن، هل هي ياسين، طه أو قاف؟ قلب القرآن؟ ياسين، طه أو قاف؟ السؤال الأخير ياسين، شوف الإجابة صحيح، أحسنتي. خلينا نشوف شو مجموعك وفاء، واليوم رح تحصلي على جائزة مقدمة من جبري، جبري المركزي المعروف منذ زمن طويل جدا. خلينا نشوف كم مجموعك. حصلتي على 7 علامات من أصل 10 علامات. أبدعتي وفاء، مبروك عليك جائزتك من جبري. شكرا كثير لوجودك معنا ورمضان كريم. وانتو كمان في سؤال هلا رح اسأله، جاوبوا هنا بالتعليقات لا تشاركوا معنا ببرنامج الناجح ارفع ايده. وسؤال الجمهور اليوم بيحكي، ما هو الركن الرابع من اركان الاسلام؟ في التعليقات هون جاوبوا. نلقاكم في حلقة جديدة من الناجح يرفع ايده. للمشاركة في البرنامج ارسل اسمك وعمرك على رقم الواتساب 078-593-0606 أو أرسل رسالة على صفحتنا على الفيسبوك @مزاج FM.